اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من زينب تعمل بيوت. هكونوا معايا انا وزميلتي العزيزه رباب المهدي على مدار ساعه ونص. اهلا بيكي يا رباب. اهلا بيك يا تغريد، واهلا بكل مشاهدينا على مدار ساعه ونص. هنكون معاكم نقدم لكم الجديد في عالم الاسره وكمان اللي بيدور حوالينا من احداث. خلينا في البدايه نعرف من تغريد، اولى فقراتك. اول فقره هكون معنا لمواجهه الطلاق، والحقيقه هنتكلم على الاسباب اللي تؤدي الى الطلاق وكيفيه تفادي هذه المشكله، لانه في الاغلب اللي بتاثر بالمشكله دي بيكونوا الاولاد. ازاي احنا بنشوف انه الشباب بيشوفوا ازاي فكره الزواج وزواج الصالونات، وازاي بيتعاملوا مع الفكره دي، ده اللي هنعرفه في فقرتنا الاولى. ده موضوع مهم جدا، واستكمالا بقى للحياه الزوجيه كمان كيفيه ترشيد الاستهلاك داخل المنزل، ده موضوع من الموضوعات اللي هنلقي الضوء عليها. لازم نشوف ازاي نقدر نسترشد، نكون عندنا ترشيد في الكهرباء والميه، ازاي نتعامل مع الموضوع بشكل اكثر حرفيه داخل البيت، ازاي ست البيت تقدر ان هي تكون اقتصاديه بشكل كبير حتى في استهلاكها. ده اللي هنحاول نتعرف عليه من خلال فقرتي معاكم. تغريد، ايه فقرتك كمان؟ فقره تانية هكون العنايه الشخصيه في فصل الصيف، ازاي نتعامل مع البشره والجلد في فتره الصيف، ازاي نعتني بترطيب مثلا الجلد، وايه الماسكات اللي ممكن نستخدمها لترطيب الجلد في فتره الصيف، وازاي نهتم بشعرنا. واحنا طبعا مع الجو الحر اكيد الموضوع بيختلف، وكمان الستات دايما بتحب الحاجات دي، يعني تحب تاخد بالها من نفسها. وده كمان اللي احنا بنحاول نقوله لهم من داخل برنامجنا زينب تعمل بيوت. كمان معانا فقره من الفقرات اللي بنتكلم فيها عن المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. يمكن كمان بنقول دايما ان الدوله والقياده السياسيه بتهتم جدا بهذه المشروعات وبتدعمها بشكل كبير. كمان داخل برنامجنا بنحاول نلقي الضوء على بقى ازاي يكون داخل البيت او على المستوى البسيط نكون عندنا نوع من انواع التدريب على كل الحرف، وازاي يكون في تدريب للحرف التقليديه. ده اللي هنتعرف عليه النهارده من خلال احدى المدربات اللي بتدرب الفتيات على الحرف التقليديه. خلونا نشوف من خلال فقرتنا الثانيه معاكم. دلوقتي مشاهدينا هنخرج لفاصل، نرجع للتغريد ونشوف اولى فقراتها. خليكم معانا. بنعود مرة أخرى مشاهدينا، فقرتنا الحالية هتكون معنا لمواجهة الطلاق، إزاي نحن نواجه الطلاق من حيث إن احنا يكون عندنا تحمل مسؤولية، نفهم أعباء ومسؤولية الجواز، إزاي نحن نؤهل أولادنا إن هم هيشيلوا المسؤولية دي. هيكون معنا في هذه الفقرة الأستاذة شذا شعبان، وهي استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا، منورانا ومشرفانا. حبيبتي تسلمي لي. خلينا في البداية نتكلم على جزئية مهمة جدا، ان احنا عندنا طبعا الشباب بيبقوا مقبلين قوي على الزواج ومتحمسين قوي لفكرة ان احنا نرتبط وان احنا يكون عندنا حياة، لكن كتير جدا بيكونوا عندهم عزوف عن فكرة جواز الصالونات على الإطلاق، وبيبدأوا ان هم يختاروا بنفسهم شريك الحياة. الحياة بقت أسرع مما إحنا نتخيل، حتى في الاستقرار وحتى في العلاقات الأسرية وحتى في العلاقات أصلا ما بين الأب والأم وداخل الأسرة بقت سريعة جدا. بقت كل حاجة متطورة وسريعة جدا، ما بقاش في وقت للتفكير كتير، يعني غير زمان يقولك إيه في التأني السلامة، ما بقاش في حاجة اسمها تأني الفترة دي. فللأسف للأسف الموضوع عائد برضو على اختيار الشريك الحياة أو اختيار الزوج أو اختيار الزوجة. بقى برضو تكوي بقى بسرعة. يلا مشكلة عندنا جامدة جدا ان احنا بقينا ناس سطحيين فوق الوصف، يعني بسبب السوشيال ميديا وبسبب التطور السريع وبسبب عجله التكنولوجيا اللي دايره حوالينا، فبقى في سطحيه جامده جدا. السطحيه دي جايه بناء على السرعه اللي حواليكي، فانت عايزه تواكبي العصر، فبالتالي انت بقيتي سريعه، فعمر ما هتاخدي قرار بسرعه وما يكونش سطحي. ده بمنتهى البساطة. احنا عندنا الشباب دلوقتي بقى متقسم نوعين، نوع عازف عن الزواج تماما ونوع عايز يتجوز بسرعة. المشكلة ان احنا نفسيا، ان احنا لما بنكون عايزين ليه مشاعر ارتباط او استقرار او حب او عاطفة، فبنكون متسرعين جدا وبنقع في اول زي ما بيقولك اول مطب او اول اختيار ممكن يكون سيء. للأسف مش كل الناس لاكية ومش كل الناس محظوظة ان هي لما تكون في حالة ستريس او under depression
عاطفي، ان هي محتاجه تستقر، ان هي تلاقي الشريك المناسب بسهوله. دي ناس يعني لا يعني تعد يعني تقريبا بنسبه لا تذكر. ان انت تقدري تتوفقي في الشريك المناسب او في البني ادم المناسب من اول مره بدون اخطاء، بدون نسبه ريسك عاليه ان انت تلاقي البني ادم المناسب. فللاسف للاسف ان الشاب لما بيحب يتجوز، عارفه الدنيا بتقفل في وشه كده، اللي هو ايه، انا عايز اتجوز، فبيدور على المحيط اللي حواليه انا عايز اتجوز، ما بينتظرش الانسانه المناسبه، الكيمياء بتاعته ماشيه معاها او الظروف مناسبه ليه، او ان هي تكون فعلا الشريك المناسب ليه. طيب استاذه شاذة، يمكن احنا بنجد انه الشباب الاعمار اختلفت في موضوع الزواج ده. يعني بنجد انه الاعمار اتاخرت شويه، انه زمان كانت الـ يعني الفتيات والشباب بيتجوز في سن مبكر، ده حقيقي. لكن دلوقتي طبعا نظرا لان هم بيحبوا ان هم يشتغلوا ويثبتوا نفسهم وحاجات كده، فابتدت يعني العمليه ان هي تتاخر شويه. هل نقدر نقول ان ده ممكن يكون ايجابي شويه، لانه عمليه ان انا بيكون عندي خبره في الحياه، ان انا لما بكون اسره ان ده بيكون افضل في عمليه الاستقرار، تحمل مسؤوليه، بيكون عندي خبره شويه، فبيكون في استقرار في الحياه الاسريه فيما بعد؟ ده بلا شك. الزواج في سن متقدم شويه ده افضل بكتير جدا من الزواج في سن صغير. السن الصغير للبنت او السن الصغير للولد الاثنين فيهم مشاكل يعني، بس كل حد ليه مشاكله بشكل مختلف. الولد بيكون لسه ما نضجش كفايه، الولد ما بينضجش قبل سن 25 سنه 27 سنه، لان فسيولوجيا عقل الولد اصغر من عقل البنت في التفكير في النمو في النضج 5 سنين. اذا الولد اللي عمره 25 ده لسه ابويا عمره 20 سنه، مش مؤهل ان هو عقليته يعني تفكيره مش مؤهل ان هو يفتح بيت يكون مسؤول ان هو يكون استقر نفسيا وعاطفيا. وكمان سن المراهقه المتاخره راح، لان سن المراهقه المتاخره عند الشاب خطر جدا ان هو يتجوز فيها، لانه لما بيتجوز فيها اراؤه وافكاره واختياراته والحاجات اللي بتعجبه والحاجات اللي ما بتعجبوش بتختلف. ده لو هنتكلم على شكل ظاهري يعني ظاهريا، ما بالك بقى النص الجزء الاخر اللي هو داخليا اللي هو الكيمياء والكيمستري والتفاهم والمسؤوليه والحاجات دي. فالولد في سن صغير خطر جدا ان هو يتجوز يعني، بلس ان البنت برضه نفس القصه، لان البنت ميولها وطموحها وبتبقى عايزه تشوف حواليها التجارب السيئه والتجارب الايجابيه حواليها عشان تتعلم، لان البنت برضه قد ما هي ممكن تكون عاقله او رزينه او بيتوتيه شويه او فيها استقرار نفسي شويه عن الولد، لكن في الاول وفي الاخر برضه هي لسه في سن محتاجه تشوف، محتاجه تعرف عشان تعرف تعمل استقرار في حياتها بعد كده، وتعرف ايه الصح وايه الغلط اللي تعمله وما تعملوش وتمشي فيه بعد الزواج. طيب شايفه انه دلوقتي انه الفتيات تقدر ان هي تاخد مثلا راي الاب والام في شريك الحياه، ولا ان هي بتفضل ان هي تعتمد على نفسها تماما في الاختيار؟ لانه اغلبهم دلوقتي فكره انه اتجوز بالشكل القديم اللي هو الصالونات بيرفضوه تماما، بيعتمدوا على نفسهم حتى لو خبراتهم بتبقى سيئه. يعني بيتعرضوا طبعا لخبرات مختلفة يعني، ولا ان هم الاب والام يقولوا لها مثلا نصيحة ويسيبوها تخوض التجربة؟ بصي هقول لك على حاجه، جواز الصالونات بتاع زمان ما بقاش موجود لسبب بسيط، موقع التواصل الاجتماعي خلت كلمه صالونات كسرت الحده دي. اصل كان جواز الصالونات ده اللي هو انا واحد ما اعرفوش تماما، واحد ما يعرفنيش تماما، مجرد شفنا بعض شكلا، شفنا بعض من جوه من جوه، لكن بشكل مزيف، بشكل لا اكذب ولكني اتجمل. اللي هو انا بتجمل وانت بتتجملي، حتى في العصبيه، حتى في الغيره، حتى في النرفزه، حتى في المشاكل اليوميه انا بتجمل، لان انا بظهر بصوره المفروض احسن صوره او احسن شيب المفروض اظهر بيه قدام العروسه. دلوقتي ما بقاش فيه كده زي زمان لسبب بسيط، حتى لو موجود جواز الصالونات او اللينك الاولاني او الشراره الاولانيه هي للاهل من الاهل فقط، لكن الستيب الثانيه بيكون في مواقع التواصل الاجتماعي، الواحده بتدخل عليها وبتشوف الشخصيه البني ادم اللي قدامها ده حقيقته ايه، حقيقته ايه على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقته مع قرايبه، حقيقته ايه مع اصحابه، اللايف ستايل بتاعه ماشي عامل ازاي، من غير ما تاخد يعني من غير ما هو اللي يديها المعلومات، هي تقدر ان هي تعمل استقصاء زي ما بيقولوا كافي ان هي تعرف الشخصيه بنسبه كبيره جدا. وبالعكس صحيح، يعني هو نفس القصه يقدر يشوف من الكوميونتي اللي حواليها من اصحابها من اللايف ستايل بتاعها
مين البني ادمه اللي بيتعامل معاه. فشويه الصالونات دي احنا خرجنا من الطور بتاعها شويه لشكل اركا، او نقول صالونات لكن بشكل صحيح اكتر من قبل كده. يعني الحياة أصبحت مختلفة، في تكنولوجيا، في سرعة، في يعني طبيعة الحياة أصبحت مختلفة تماما. فنقدر نقول أنه مع الوقت دلوقتي أنه أولا المجتمع أصبح في يعني فرصة للتعارف، أنه عندنا مجال أن البنت تتعرف أكتر على الشاب، عندنا فرصة أن يكون في مثلا يعني فترة الخطوبة تكون أطول شوية. دي ميزة ولا عيب؟ لا طبعا ميزة. يعني إحنا قدم مواقع التواصل الاجتماعي قدم هي ليها سلبياتها لكن ليها ايجابياتها في معرفه كينونه البني ادم اللي قدامه والانذر سايد او الوجه الاخر اللي ممكن يكون خفي او مخبيه عن شريك حياته. يعني هقول لك على حاجه بسيطه، يعني ممكن يكون موقف يعني كوميدي شويه. ممكن تلاقي انسان رزين جدا قدامك وانسان عاقل جدا وانسان في منتهى الرزانه، لكن تلاقيه في الجانب الاخر مع اصحابه او مع قرايبه او على مواقع التواصل الاجتماعي انسان تافه جدا وانسان فاضي من جوه. فهنا بيبتدي في الارم، انت بتركزي ايه الشخصيه اللي قدامك دي، هل مناسبه ليكي ولا مش مناسبه، هل الشخصيه ديت لما تدخلوا في علاقه بقى اللي هي ايه علاقه اقوى من كده شويه بتشال منها المجاملات وبتشال منها الصوره المزيفه الخارجيه او الامبريلا الخارجيه اللي هي بترسم الشكل الغير صحيح بنسبه 100%، هل هتعرفي تتعاملي معاه وتعيشي معاه وتتاقلمي مع الشخصيه التافهه اللي جواه. يعني مواقع التواصل الاجتماعي قربت وجهات نظر كتير جدا، خلت ناس ممكن يكونوا داخلين في ريليشن لكن لما بيشوفوا الحياه الخاصه للجانب الاخر او للطرف الاخر من ناحيه السوشيال ميديا بيبعدوا، لان يعني اي دونت لايك، مش ده البني ادم اللي انا عايزه اعيش معاه. انا محتاجه حد رزين اكتر من كده، محتاجه حد مش متزمت اكتر من كده، محتاجه حد يكون واقعي اكتر من كده، محتاجه حد صريح اكتر من كده. فمواقع التواصل الاجتماعي قد ما ليها ايجابياتها قد ما ليها سلبياتها ليها ايجابياتها. طيب ننتقل الى جزئيه التعليم. يعني مستوى التعليم مهم بالنسبة للطرفين، إنه لما بيكون مستوى التعليم وصل لمرحلة معينة إنه بيكون أسهل إن أنا أحكم على الشخصية اللي قدامي سواء الرجل أو المرأة. الجزء الثاني إنه بقدر إن أنا أتحمل مسؤولية بشكل ان انا احافظ على استقرار الاسره دي فيما بعد، عشان الاولاد يعني بعد كده بيكون في طلاق والاولاد هي اللي بتدفع الثمن. انا معاكي في الحته دي، ولكن قبل التعليم معلش يعني اسمحي لي، يعني بالنسبه في ناس بعض الناس ارائهم يعني على عيني وعلى راسي، لكن قبل التعليم المسؤوليه. حضرتك اتكلمتي في نقطه مهمه جدا وهي المسؤوليه. مش اي بني ادم يصلح يكون شريك حياه، مش اي بني ادم عنده القدره انه يتحمل مسؤوليه، وملهاش علاقه بسن، ملهاش علاقه بتعليم، ملهاش علاقه بفئه مجتمعيه معينه، ملهاش علاقه بفئه ماديه تماما. البني ادم المسؤول ده بتكون حاجه موجوده في شخصيته، في تكوين شخصيته، باحتكاكه بخبرته مع الحياه. بتلاقي شباب في سن صغير جدا 25 سنه 26 سنه وانسان مسؤول بمعنى الكلمه، مسؤول عن اسرته، مسؤول عن اخواته، مسؤول عن مامته، مسؤول عن مراته، مسؤول عن قرايبه بعض اوقات، مسؤوليه كامله يعني تواجده ب 100 راجل. وفي رجاله يعني ما شاء الله 40 و50 سنه ما عندهمش المسؤوليه تماما، انسان مستهدف بما قالت يعني او بما قال الكتاب. فالمسؤوليه دي اهم حاجه في شريك الحياه. البني ادم لو مش مسؤول الله في سماه، لو في صفات الدنيا كلها ويعني بيرفكت في كل حاجه وغير مسؤول لا يصلح تماما. اكيد ده معناه ان احنا لازم يكون عندنا بعض النصائح او بعض المقاييس اللي احنا بنقول لا الزواج ده هيكون ناجح، وان انا هكون اسرة تكون يعني عندها استقرار فيما بعد ويكون عندي اسرة سعيدة. ايه المقومات اللي لازم تكون موجودة؟ طيب احنا طبعا شقين، هنتكلم على الرجل وهنتكلم عن الست. طبعا هنتكلم على الاختيار الاساسي اللي هو رب الاسرة او العمود الاساسي للبيت. الشروط الاساسية او الحاجات الاساسية اللي لازم تكون متوفرة في الرجل طبعا بعيد عن المسؤولية، لان دي مش مجال نقاش. يعني دي مش مجال ناخد وندي فيها، يعني ما فيهاش مجال نقاش، غير انه مسؤول انه قادر على كسب لقمة عيشه.
قادر على تحت اي ظروف ان هو يجيب يفتح بيت. يعني لو تعرض لاي ضغوط، لو تعرض لاي خساره، لو تعرض لاي يعني يقدر مشاكل، يكون عنده حلول، مشاكل في العمل يقدر يشوف حلول اخرى، مش يبقى دي فوق ولا انا ما انزلش اشتغل عند حد، انا ما اشتغلش شغلانه يعني نص يكون كم. عنده مرونه انا كنت مدير هفضل لازم افضل مدير. يكون عنده مرونه في كسب العيش، ده هو ده الراجل اللي يصلح ان هو يفتح بيت ويكون متواجد. بلس طبعا يعني هقول لك على حاجه، دينيا طبعا لا شك ان احنا لازم نختار البني ادم ذو دين او ذو خلق وعنده القدر الكافي من الدين ومن الفقه الديني ان هو يقدر يتعامل مع المراه ومع الاسره. لكن الدين مش كل حاجه، معلش الدين مش كل حاجه، في ناس يعني ما بتقومش من على السجاده، في ناس ما بتقطعش فرد، في ناس حج مستمر عمره مستمره، ولكن انسان لا يعاشر. فهماني؟ فالدين مش كل حاجة، الدين لازم يكون موجود، لازم يكون عنده ضمير، لازم يكون عارف ربه، لكن جنبها في أساسيات تانية كتير، لازم يكون متسامح، لازم يكون حنون عطوف، لازم يكون حد عنده يعني نوع من الألفة الداخلية من جواه انه عايز يستقر. الراجل وانس انه مسؤول وعنده الإحساس الداخلي انه عايز يستقر بيكون الراجل المثالي للزواج. ده بالنسبة للراجل. كويس. للمرأة للأسف للأسف يعني إحنا معظم المجتمع السيدات نمامين وعندهم للأسف يعني جماعة يعني لازم نعترف عندهم قصة النميمة. النميمة دي قد ما هي الناس شايفاها تافهة وبسيطة وما فيهاش أي مشكلة، لكن دي بعض مشكلة كبيرة، بيوت بتخرب حياة كاملة، بتخرب بيتك وبتخرب يعني بيعود عليها هي، مش بس مجرد ان هو بيعود على المجتمع المحيط حواليها، لا بيعود عليها هي، ان هي اللت والعجن الكتير ده زي ما بيقولوا بتودي الدنيا في حتة تانية خالص. فأهم صفة في المرأة اللي هي ما تكونش إنسانة لتاتة ونمامة وبتجيب سيرة الناس. يعني لازم الشاب أو الراجل يراعي الحتة ديت في أهل بيته، ان هو يختار الإنسانة اللي عندها شيء من الدين او الثقافه الدينيه ان هي تعرف ايه الحلال وايه الحرام، على الاقل القليل 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 من كل شيء. طيب الجزء الثاني اللي مهم جدا انه المراه لازم يكون عندها قدره كمان على ان هي تقدر تتحمل مسؤوليه، لانه كتير جدا من الفتيات متخيلين الجواز ده ان انا هلبس فستان ابيض، ان انا هتصور، انه الميك اب هيبقى عامل ازاي، ان انا الله وهروح اقضي شهر العسل فين. لكن فكره المسؤوليه يعني اول حاجه طبعا هي هتكون ام، عندها عيله، عندها اسره، عندها مسؤوليات. هل مهم ان الام توضح لها كل النقاط دي أثناء مثلا فترة الخطوبة أو قبلها، أو إن هي تقول لها ده، لكن بأي طريقة أو أي شكل؟ لأنه الفتيات بيكونوا في الوقت الحالي صعب جدا إقناعهم بأي شيء. ما احنا كنا بنتكلم في اول حلقه على موضوع السطحيه، والسطحيه ديت هي سبب نسبه الطلاق العاليه جدا في المجتمع المصري او في المجتمع العربي بوجه عام، لان احنا بنبص على الموضوع ان هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي فرح، مكياج، ليله، شهر عسل، نرقص انا واصحابي، سيلفي او هتصور ازاي، ونعمل يوم حلو جدا، شهر اتنين مفيش، يلا نتطلق. ليه؟ لان هي دخلت الواقع، دخلت الحياه ما بتتخيلش كده الحقيقيه اللي بعيده عن سطحية. فللأسف للأسف للأسف طول ما الأهل الأهل وهعيد عليها تاني شايفين إن بنتهم لسه نظرتها سطحية للحياة، بلاش يتسرعوا في إن هي تخوض الزواج ويفرحوا ويلا عايزين نخلص بسرعة، ما هترجع لكم بعد شهر شهرين، ممكن ترجع ببيبي وممكن ترجع بمشاكل وترجع مطلقة في سن صغير. إيه الفايدة؟ عشان إيه؟ مجرد عشان عريسه يلا نخلص؟ طب ما انسي يعني دي زي ما بيقولوا كده فرحة مزيفة أو فرحة لا تدوم، بل بالعكس فرحة هيجي بعدها مشاكل ونكد وحزن كتير. فطول ما الأهل شايفين إن بنتهم لسه زي ما بيقولوا تافهة، مش صاحبة مسؤولية، ما عندهاش القدرة على ان هي توزن الأمور، مش ماتيور انف وعندها الثقل كده في شخصيتها، بتبان اصيب بتبان اصيب. الواحد بيعرف بنته عاملة ازاي وهي تافهة وهي عاقلة وهي ابتدت تفكر وهي ابتدت تدخل في مشاكل وتخرج منها بشكل سلس، مش بشكل متهور وبشكل عبيط وبشكل لسه فيه طفولية. طول ما الاهل شايفين بنتهم لسه فيها طفولية مهما كان سنها، بلاش التسرع في الزواج. طيب الحكم احيانا من الاهل على الخطيب او الرجل او الشاب اللي هي
هيجي يتقدم ممكن احيانا يكون وجهة نظر البنت مش بتقبلها. الخروج من المشكلة دي ممكن يكون ازاي حتى لا يعني يكون مستقبل الأسرة دي نهايته الطلاق؟ طيب احنا هنتكلم عن الشروط الأساسية اللي هي يعني لا مجال ولا نقاش فيها في اختيار الشريك. يعني ما ينفعش واحدة تجيب لأهلها عيل صايع مثلا بدون شغل بدون عمل بدون أهل بدون أي حاجة وتقول لهم ده مناسب وأنا بحبه وعايزاه، فطبيعي طبعا ان هم يرفضوه. احنا نتكلم عن الأساسية. أحيانا تكون بيكون انه الإمكانيات متاحة اللي عنده فليه لأ، ما دام عنده الإمكانيات السطحية اللي احنا بنتكلم فيها اللي هترجع لك بعد شهر أو باتنين، أو حتى لو ما رجعتش بعد شهر أو اتنين هتعيش حياة جحيم لو هو إنسان مش مناسب أو مفيش ما بينهم تفاهم أو هو إنسان لا يصلح. مجرد لو بصوا للمادة فقط، جميل المادة إن احنا نبص لها، مفيش يعني مفيش فيها أي اعتراض وأي مشكلة، يعني ده شيء أساسي من أساسيات الزواج وأساسي من أساسيات الحياة. يعني ما كانش ربنا قال لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما كانش ربنا ذكر لنا المال قبل البنون. ده معناها إن هو شيء أساسي لاستقرار طبعاً الأسرة والاستقرار طبعاً النفس طبعاً. فده شيء أساسي تمام، لكن مع المال ومع الاستقرار المادي اللي ممكن تكون الأهل شايفينه في البني آدم اللي قدامهم، في حاجة يعني اسمها الأسرة، في حاجة اسمها التربية، في حاجة اسمها الخلق، في حاجة اسمها القيم اللي عند البني آدم اللي قدامه. ممكن وده مش شرط ان هو يكون البني آدم اللي قدامهم بيمثل حاجة زي كده. بنرجع للبنت أو للعروسة، هو هي اللي تقدر تحكم هل البني آدم ده حقيقي، هل البني آدم ده صادق، هل البني آدم ده يعاشر، هل البني آدم في بيننا كيمستري وفي بيننا كيمياء وأقدر أتفاهم معاه. أصل منتهى البساطة أنا ممكن يكون في عيب في البني آدم اللي قدامي، لكن العيب اللي في البني آدم اللي قدامي ده كبير جدا جدا جدا، بس أنا متقبلة وعارفه اتعايش معاه، وعارفه اتعايش مش شايفاه مشكله. في غيري يكون شايفه مستحيل اعرف اعيش معاه. لو هيدفعوا لي مال قارون عمري ما اقدر اعيش مع العيب ده وعاشر العيب ده. فهو في الاول وفي الاخر هو كيمستري ما بين اتنين. دي اهم نقطه مع الاساسيات اللي هي المبدئيه طبعا. اللي هو يكون حد ذو خلق، يكون حد ناضج، يكون حد مهندب، حد بعيد عن الحاجات اللي هي الحاجات القويه جدا اللي هو ما بيشربش، الحاجات اللي هي اللي لا يصلح فيها زواج تماما. الاهل دي خطوتهم بتنتهي عند هنا، لكن البنت هي اللي بتقدر تحكم هل هذا البني ادم يصلح لي الاستمرار ام لا، مش الاهل. طيب نقول نصيحة للبنت وللولد أو لأهل الاثنين، نقول لهم إيه أهم حاجة حتى يستمر هذا الزواج بدون طلاق بدون مشاكل للأولاد؟ نقول لهم إيه النهاردة؟ نحترم رغبة الولد في اختيار شريكة حياته، ونحترم رغبة البنت في اختيار شريك حياتها، بدل متوفر فيه العناصر الأساسية بالقليل. يعني اللي هو مش لازم يبقى قدامي البيرفكت وومن والبيرفكت مان والبني ادم اللي هو الخارق، لا احنا القليل اللي هو بعيد عن الحاجات السلبيه اللي ممكن تكون موجوده في الشخصيه، اذا هي مش موجوده تمام خير وبركه. دي اول حاجه. تاني حاجه نبص على الايجابيات، ايجابياته ايه، البني ادم ده مرتاح له ولا لا، اهله، ولحته اهله دي مهمه جدا. اهله هل متقبلينهم ومتقبليننا، هل متقبلين البنت والبنت متقبلاهم؟ لان للاسف 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 يعني انا ما اعرفش ازاي الصراحه، لكن في بعض الاهل بيتدخلوا في حياه ابنهم او في حياه بنتهم بالخراب بشكل عجيب، بشكل فعلا انا داخل اخرب ازاي انا ما اعرفش. لكن في اهل عندهم بعض المشاكل والله النفسيه، لان انا شايفه عندي بعض مشاكل نفسيه، ان هم لا انا بدل اخذ اللي انا مش راضيه عنها فلازم ادمر لهم الحياه، هبوظها لهم، ولو هي اخذت اللي انا مش راضي عنه هبوظها لهم. ما اعرفش هل هو عنده، هل هو بعض المشاكل النفسيه اللي بتطلع على الاولاد. هل الفكره دي ما زالت مستمره في المجتمع؟ مستمره وموجوده ومش هتنتهي. والله. فدي بقى من الاساسيات اللي هو لما الاهل يشوفوا ان في مشاكل في ناحيه الاهل، حتى لو الولد كويس او البنت كويسه، نحاول نحلها. معرفناش نحلها، نحاول نشوف ايه الاضرار اللي ممكن تطلع منهم بعد كده. لقينا الموضوع مش متظبط، لا نحاول ننصح ونحاول نتدخل بشكل اللي هو يا بنتي لا خلي بالك، لا ده ممكن يحصل بعد كده واحد واثنين وثلاثة واربعة. وعايز اقولك ان يعني المشاكل النفسية والاندر ديبريشن اللي الواحد بقى فيه بسبب الضغوط اللي حوالين الواحد بقت
كتيرة جدا، وبقت بتطلع بشكل تعنيف للطرف الآخر الشريك، سواء ابن سواء زوجة سواء زوج سواء قرايب سواء زمايلك في الشغل. فإحنا عادي جدا أن احنا نتوقع أن احنا نلاقي مصيبة أهل عملوها بسبب عدم رضاهم بس مجرد عن العريس أو العروس، يعملوا فعلا أزمة كبيرة جدا تدمر أي حاجة في الدنيا. فإحنا نراعي 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 مين الناس اللي احنا بنناسبها، ومين الناس اللي احنا داخلين معاهم حياة مستقبلية، لأن هو هيبقى ما بيننا دم، هيبقى ما بيننا جيل، هيبقى ما بيننا شراكة دايمة. فلازم نعرف بنتنا هتروح فين وابننا هيروح فين. بالظبط. طيب مهم كمان قوي انه البنت والولد ياخدوا النصيحة بشكل خالص، مش ان هي تعليمات واوامر من الاب والاهل او الام ان هم يتقبلوا ده. هل احنا محتاجين ان احنا نغير اللهجة بالنسبة للاب والام في التعامل مع الشباب؟ للأسف هو رغم إن إحنا زي ما قلنا في تقدم وتفتح، لكن لسه في بعض الأهل عندهم التزمت وعندهم اللي هي المنتاليتي أو الفكر العقيم. لا مش قديمة، العقيم. وللأسف هو ده سبب أو ده مربط الفرس فيه فشل الحياة. ليه؟ لأن بعض أوقات بيوصل لي العلم اللي هو طب أنتوا مش عايزين، طب أنا هتجوز. أنتوا مش عايزين، طب أنا هتجوز. يعني أنا أعرف كيسز، أعرف أمثلة حصل معاها كده، عشان أهله عندوا معاه إن هو يتجوز، فتجوز فلانة، فتجوزها بالغصب. يعني هو اتجوزها بالعافية عند في أهله، رغم إن هو يعني اللي هو كان ممكن يسيبها عادي. عارفة أنتي؟ بس مادام هما مش موافقين، لا أنتوا بقى عاندتوا، فأنا عشت في الوهم وعشت اللحظة، وهعمل بقى انا نفسي البطل الهيرو والبطل الهمام، واتجوزها والحياه فشلت بقى اقل من سنه. ده عشان عند. فهو العند بيكون موجود، ولازم نراعي ونفهم ان الراجل في سن 30 سنه لسه طفل، مخه لسه البنات طفل. البنات بصي، هو في نوعين من البنات، خلينا نتكلم في نوعين من البنات. البنت المتمرده، والبنت المتمرده دي عايزه اقول لك ان هي أنا شايفة من وجهة نظري إن هي اختياراتها بتكون أصح. المتمردة. المتمردة بتكون اختياراتها أصح، لأن هي عارفة إذا أنا أعترض إذا أنا موجود. فهي أوريدي بعيد بقى عن الأهل، هي بتمسكه اللي هو بتاخده غسيل ومكوى، اللي هو بتقرفه في عيشته، تحكم، بتطلع بتطلع السيء اللي جواه قبل الكويس. حلو. فحلو إن أنت تطلعي السيء البني آدم اللي قدامك قبل كويس، وتشوفيه هل انت هتقدري تعيشي معاه وتتعايشي معاه ولا لا. لان هو البني ادم لازم شريك حياته يشوف وهو عنده اكتئاب، وهو متنرفز، وهو متعصب، وهو مزنوق ماديا، كل الحالات، وهو غيران، وكل الحالات السيئه شوفيها عشان تعرفي تكملي ولا لا. لان حلو طبيعي ان الواحد يعيش معاه، السيء هو اللي مش طبيعي ان الواحد. نورتينا وشرفتينا، بشكرك جدا استاذه شذا شعبان استشاري العلاقات الاسريه، نورتينا وشرفتينا. ونلتقي بعد الفاصل، هيكون عندنا فقره عن العنايه بالبشره والشعر. بعد الفاصل هنعرف ازاي نتعامل معاهم في فتره الصيف. بعد الفاصل.